انا بعتذر عن كل الرسائل، مش هقدر اخد تليفونات تاني غير صديقي العزيز. وانا لقيت الاول، اول ما كلمني وقلت ايه هيقول لي انت بتعمل شغل ليه، بس ده مش شغلك. صديقي الاعلامي المعروف اسامه منير، اهلا وسهلا. يا اهلا بيك يا صديقي العزيز، ازيك؟ ازيك يا حبيبي، اتفضل. الحلقه شيقه جدا جدا وانا مستمتع جدا بيها، عشان كده كلمتك الخير بجد بالامانه. يسعدني يا اسامه، ربنا يخليك يا حبيبي. والموضوع اللي انت مواضيع انت بتتكلم فيها يعني بتختلف من شخص لشخص ومن حاله لحاله طبعا، ومن زوج لزوج ومن زوجه لزوجه، لان ما يعني زي ما بيقولوا ما فيش بصمه ايد زي الثانيه، ما فيش راجل زي راجل، وما فيش ست زي ست، وما فيش زوجين زي بعض، وما فيش حاله ظروفها زي بعض، فالحالات بتختلف من شخص لشخص. فلما نشوف زوجين زي الشباب المتجوزين قدامك الجداد دول، كريم وزيزو، وهم سعداء في حياتهم. انا بحب حضرتك جدا على فكره. ربنا يخليك. بتبقى حياتهم ممكن تستمر بهذه السعاده لو قدروا يحافظوا على نقاط معينه، انما لما نبدا نقول بقى انا زوج مطحون، انا زوج مفروض، طب هو ما فيش زوج في الدنيا مش مطحون، وما فيش زوجه في الدنيا مش مطحونه يا خيري. طبعا. يعني انا رقدت في السرير 4 ايام وكنت واخد دور اسوانزا وقاعد بشوف بتابع مراتي وهي في حياتها ومذاكره الولاد والبيت والمسؤوليات، لدرجه انا كنت بكتب، انت عارف انا بكتب مقاله كل يوم جمعه في كل يوم سبت في اخبار اليوم، كتبت المقاله اسمها ابقى اترحم في سرك. صعبت عليك ها؟ طول النهار يا فندم؟ صعبت عليك كنت شايفها؟ صعبت عليا، كل واحد يقول له بقى الله يرحمك يا ماما كنت بتعملي لي، كنت بتجيبي لي وبتاع. طب ما تبص للست دي، انت تقدر تخش تقدر تعمل شغلها بنفس التفاصيل اللي بتعمله؟ فالحياه الزوجيه مهما كانت يعني طرأ علينا تغيرات، لو فيها احترام من الطرفين وفيها موده من الطرفين وفيها عطف من الطرفين على بعض، لا هيحصل خيانه ولا هيحصل خلاف، ولا يعني خلاف رئيسي جوهري، لان الحياه من غير خلافات اساسا مالهاش طعم. تمام، انا بشكرك جدا. بشكرك جدا، ده كلام جميل جدا. بشكر قول. يعني الحياه مش خربانه قوي زي ما الناس متخيله، لا في ناس كتير اوفياء وفي ناس كتير محترمه وفي ناس كتير جدا جميله مهما مرت بظروف سيئه ولكنها عايشه حياه كريمه في بيوتها. بشكرك جدا الاعلامي الجميل اسامه منير.